صباح الخير. واليوم 14 فبراير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو مقبل على ظروف مهنية جديدة راح تمهد لك الطريق لتسوية معينة ممكن تحصل بينك وبين محيط عملك الحالي، بالإضافة لمكسب مالي بانتظارك. عاطفيا مشكلتك مع الشريك ما زالت على حالها بالرغم من اجتهادك على توفير عناصر الأمان لعلاقتك معه مهما كلفك الأمر. مولود برج الثور، عملية التأقلم مع الواقع الجديد ما رح ياخد منك وقت أطول، ورح يساعدك هيدا الأمر على التخلص من حالة اللا استقرار المالي يلي كان مخوفك بفترة من الفترات الماضية. عاطفيا عم بقل حماسك على تحريك عملية المبادرة تجاه الشريك، وتبدو متأمل بخطوة من عنده توفر عليك تقديم التنازلات المرتبطة بهيدا الأمر. مولود الجوزاء، التغييرات القادمة رح تنقلك من مكان عملك الحالي لمكان جديد، ونتائجها رح تحتل كل تفكيرك واهتماماتك الحياتية بشكل واضح جدا. عاطفيا رح تفصل خلافاتك مع الشريك عن علاقتك العميقة معه، وبذات الوقت رح تفتح المجال لأي مبادرة ممكن توصلك لتفاهمات جديدة معه بدل من ترك الأمور تدهور بيناتكم أكثر. مولود برج السرطان، يبدو أنك أصبحت مؤهل للمناصب الجديدة، والفرص تبدو مناسبة لإثبات وجودك المهني إن كان من خلال وظيفة أفضل أو مشروع عمل خاص فيك. عاطفيا رح تحتاج لجهد إضافي لفهم مقاصد الشريك ونواياه تجاهك، وخصوصا أنك ابتديت تعيد حساباتك العاطفية معه بشكل فعلي أكثر. مولود الأسد، عم تشغل نفسك بكيفية ترتيب وضعك المالي بشكل أقوى، ورح تحتاج هيدي الخطوة لدعم حقيقي مرتبط بقرارك المهني يلي رح يوفر لك النتيجة المطلوبة. عاطفيا مشكلتك مع الشريك قربت تنحل بشكل كامل، ولكن عم ينقصك عملية التحكم فيها لمنع تكرار نفس الأخطاء يلي عم تواجهك معه. مولود العذراء، لا يبدو وضعك المهني بأحسن أحواله، ومع ذلك عم تتجنب المغامرة بوظيفتك الحالية حرصا منك على استقرارك الحالي من أي فراغ مهني محتمل، بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. عاطفيا عم نشوفك مهتم باستمرار العلاقة مع الشريك حتى لو كانت الظروف ببعض الأحيان عم بتعرقل مصير استقرارك العاطفي معه بالشكل اللازم. عزيزي مولود برج الميزان، عم تتعايش مع واقع مهني أصبح محكوم ببعض الإجراءات التقشفية بشكل فعلي، ولا يبدو أنك مرتاح لأبعاد هيدي الخطوة وهيدي الأجواء ومخاطرها على مستقبلك المالي تحديدا. عاطفيا عم بتعيش معركة قاسية في الحب، ولا تبدو الأمور سهلة بينك وبين الشريك، ولا يبدو حتى أنك قادر على فكفكة العقد الأساسية المرتبطة بخلفية هيدا الأمر. مولود العقرب، عم تسعى لتثبيت حضورك الفعلي من داخل موقعك الحالي، ورح تجتهد على تغيير نظرة زملائك تجاهك بأقل كلفة ممكنة، بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك. عاطفيا حالتك النفسية لا تبدو بأحسن أحوالها بسبب تصرفات الشريك معك واستخفافه ببعض المواضيع الحياتية يلي بتعني لك بشكل خاص جدا. مولود القوس، رح تأكد ترحيبك بكل شيء على صلة مباشرة بموقعك المهني حتى لو كانت الأمور رح تحتاج منك لمجهود أكبر قبل الانتقال للخطوة الفعلية المرتبطة فيها. عاطفيا ما بتعتقد أنه خلاصك من أزمتك العاطفية مع الشريك رح تحتاج لأعجوبة بسبب الخلاف يلي افتعله معك على أبسط كلمة وأتفه سبب. مولود برج الجدي، تبدو غير قادر على التحكم بميزانية وضعك المالي، وتبدو متخوف من فترة الانتظار المرتبطة فيها، وكأنك رح تستعجل خطوة الانتقال باتجاه وظيفة جديدة بهدف السيطرة على الأمر. عاطفيا تبدو السلبي أحيانا بتفكيرك تجاه الشريك، وتخميناتك هيدي عم بتخليك تشعر بالتعب وعدم الثقة بمشاعره تجاهك، ونصيحتنا لك ما تستعجل الوقت على أي قرار بخص علاقتك معه. مولود برج الدلو، رح تعمل كنترول قوي على مصروفك المالي، ورح تمتد مفاعيل هيدي الخطوة لتشمل معها أمور حياتية مرتبطة بكل شيء عم بدور حواليك، بالإضافة لمتابعة صحية بتخص أحد أفراد عائلتك. عاطفيا رح ترد بشكل مباشر على الشريك، وردك رح يكون قاسي جدا عليه، ومن المحتمل تأثيرات هيدي الأجواء توصلك لجمود عاطفي مؤقت بينك وبينه، فانتبه. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، رح تفيدك عملية البقاء على تواصل مع زملاء عمل قدامى، ورح تنعكس إيجابية هيدا الأمر على عملية تسويق مشروعك الخاص بشكل أسرع. عاطفيا عم بتراهن على حاجة الشريك لدعمك المعنوي له، ومع ذلك ما رح تتخلى عن فضولك بعملية التقرب منه أو التواصل معه مهما كانت النتيجة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها.